العافية. بالفترة صارت في كندا مشكلة وصار عليها كثير كلام، اللي هي مكان التغيير في حمامات الرجال. عادة كل مكان التغيير للأطفال في حمامات النساء. فخلينا نشوف شو صار. أماكن الحمامات زي ما أنتم شايفين، هذا حمام الرجال اللي أنا داخل عليه، حمامات رجال، وأضافوا هون اللي هي المكان اللي ممكن الرجال يغيروا لأبنائهم الحفاضات. فيا رجالنا تعلموا.